في لايك فيكم من في تعليقات. خلونا ناخذ هذه الدراسة الجميلة في عمق المحتوى. تقول الدراسة يستمر عمر المحتوى الذي يشاهده المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: تويتر إذا نشرتها كم تستمر ساعة وكم؟ الدراسة تقول 18 دقيقة تكون في عز دورتها بعد ذلك تنخفض لأن المتابعين يكونون يريدوا أن يروا الجديد. منصات الإعلام الرقمية كرام تقوم على الآنية. ما معنى الآنية؟ يعني الآن الآن، ما أبغى أشوف بعدين، لا أبغى أشوف الآن. فإذا دخل إلى منصة تويتر يبغى يشاهد ماذا يحدث الآن، ماذا كتب. الحديث معك الدكتور سعد كبير.